طيب، مساء الخير يا دكتور. انا هتكلم معاك على شابتر 13. هو المفروض بيتكلم عن الكتاب بتاع الريبورت بتاع المشروع. ايه الهدف من الريبورت بتاع المشروع؟ المفروض ان هو بيكون تقرير بيضم كل الشغل اللي اتعمل في المشروع، بحيث ان لو اي حد حب يقراه يعرف الدنيا كانت ماشيه ازاي، او لو حد مثلا حب يقيم المشروع يعرف ايه اللي حصل فيه، ايه اللي تم، الحاجات حصلت امتى. في نفس الوقت لو حد مثلا طلبه بعد كده عايز يشوف المشروع، يعرف عن المشروع اكتر ويكمله او يستفيد مثلا في المشروع بتاعه، يقدر ايه عن طريق قراءة التقرير ده. طيب، الريبورت ده المفروض يكون عامل ازاي؟ المفروض يكون زي ما قلت يضم كل الشغل اللي اتعمل على مدار السنة بالتفصيل، عشان لو ما سيبش فرصة ان حد يقرا حتة ما يكونش فاهم فيها حاجة ويضطر يكلمني مثلا يقول لي انت قصدك ايه هنا. بعد كده لازم تكون بلغة سهلة بسيطة، أي حد ممكن، أي حد في المجال بتاعك قدر يقراها، ما يبقاش فيها يعني كلمات صعبة الفهم. بعد كده لازم يكون متقال، يعني يتقال الحقيقة تتقال فيه، يعني مثلا لو في مشاكل واجهتك في المشروع تذكرها، لو في حاجات نقط حصلت وقفت المشروع او حصلت فيه واجهت مشكله للتيم، فهو التيم يقولها وفي نفس الوقت يقول هو عمل ايه عشان ايه يتغلب عليه. المفروض بقى احدد قبل ما ابدا كتابه المشروع، قبل ما ابدا كتابه التقرير، المفروض احدد ايه مين اللي هيقرا المشروع عشان على اساسه ابدا اكتب التقرير بتاعي. طب مين في حاله التقرير بتاع مشروع التخرج مين اللي ممكن يقرا؟ اكيد السوبرفايزر بتاع المشروع دي، ده برضو ممكن. مين كمان ممكن؟ مثلا الاكزامينرز برضو اللي هيقيم، لجنه المشاريع اللي هتقيم المشروع. ممكن زي ما قلت قبل كده طلبه من الكليه بقى حابين يقروا المشروع بحيث ان هم يستفيدوا من الموضوع او يكملوا المشروع بعد كده. فانا لازم اعمل حسابي ان الناس دي هتقرا المشروع، باختلاف طبعا الدرجات العلميه والمعرفه بتاعتهم. لازم اعمله بطريقه بحيث ان لو الطالب قراه يقدر يفهم، لان طبعا الطالب خبرته وعلمه غير الدكتور، فلازم اعمل حساب الموضوع ده. طيب، بالنسبه للريكويرمنت، ايه اللي لازم اعمله في التقرير؟ لازم يكون زي ما قلت واضح، صريح، دقيق، ما بقاش فيه بتكلم بملى صفحات وخلاص. لازم اشيل الكلمات اللي هي ملهاش لازمه، او الكلمات اللي هي متكرره، او الكلمات اللي هي ملهاش معنى. يعني ما احطش كلمه ما لو شلتها من الجمله يبقى الجمله هتتفهم عادي، لان انا مش بحاول ازود عدد الصفحات، انا بحاول بقل عدد صفحات ممكن افهم الناس الدنيا فيها ايه في المشروع. يعني بعد كده المفروض ان انا اتكلم عن المشروع بتاعي، يعني اتكلم عن ايه الحاجات اللي ليها علاقه بالمشروع، يعني ما اطلعش بره السكوب بتاع البروجكت بتاعي وابدا اتكلم عن فيلد تاني مثلا غير اللي انا عامل فيه المشروع. لازم يكون الحاجه واضحه، واتجنب المصطلحات الصعبه والحاجات الصعبه اللي ممكن ما تتفهمش، اللي ما تبقاش واضحه. ولازم يكون يعني معمول له ستراكشر صح، يعني لازم يكون البتاع التقرير مرتب بحيث ان القارئ يقدر ايه يعدي فيه بسهوله. لان مش وبرده في نقطه ان مش لازم كل القارئ يقرا الكتاب كله، ممكن يكون عايز يقرا جزء معين منه، فلازم في يكون سهل يعرف يوصل للمعلومه اللي هو عايزها، ما يتوهش يعني جوه الكتاب. طيب، الاستراكشر بتاع الريبورت دي كده صوره اللي هي فيجر 13.1، بتوضح ايه المثال مثلا للاستراكشر بتاع الريبورت المشروع. اول حاجه بيبقى التايتل بيج، ودي بيبقى فيها العنوان بتاع البروجكت العنوان المفروض يكون واضح، يكون بسيط، يكون موضح كل يعني بيصف المشروع، مش مبهم، مش اللي هو واحد يقراه كده ممكن يبدأ يقرر من العنوان هل هو مهتم ان هو يقرا المشروع، ولا هل هو مهتم المشروع ده هيفيده في اللي هو عايزه ولا لا. بعد كده الابستراكت ده ليه نوعين، اول نوع الديسكريبتيف، وتاني نوع الانفورميتيف. الديسكريبتيف ده بيبقى مذكور فيه التوبيك، وبيبقى مذكور فيه البيربس بتاع التوبيك بتاع البروجكت والبيربس بتاعه والجول. وممكن كمان تضيف الاستراكشر بتاع البروجكت عشان لو حد مثلا حب يعرف المعلومه اللي هو عايزها دي موجوده جوه ولا لا يعرف من الابستراكت. مبقاش انت ما تبقاش حاطط في النوع ده، ما تبقاش حاطط فيه سامري او كونكلوجن، يعني اللي هيقرا الابستراكت ده مش هيعرف ملخص عام عن المشروع، ومش هيعرف الكونكلوجن في الاخر وصل لايه. النوع التاني الانفورميتيف بيبقى فيه كي فاكتس، بيبقى فيه حاجات حصلت قبل كده فعلا،
حاجات حصلت في المشروع فعلا، بيبقى فيه الاوفر فيو على البروبلم وحاجات كتير من سياق المشروع، ما يبقاش فيه شرح قوي للجنر، يعني ما يبقاش شرح جنرال، بيبقى عام اكتر بحيث ان هو يبقى بسيط، واللي يقرا الابستراكت ده يعرف يقرر هل هو الكتاب ده هيفيده ولا لا قدام، لو عارف يقرا حاجه جديده، لو محتاج يعني يقرا الكتاب عشان يعرف المعلومه الجديده اللي هو عايزها. طيب الابستراكت ده المفروض بيبقى من حوالي 250 ل 500 كلمه، وبيستنصح ان هو يتكتب في اخر يعني تكتب المشروع كله وبعد كده التقرير كله، وبعد كده تكتب الابستراكت في الاخر، او يبقى من اواخر الحاجات اللي انت بتكتب، بحيث ان انت تكون عندك فكره عن التقرير، فتبقى عارف انت عايز تكتب ايه في الابستراكت يعني. بعد كده الاكنولجمنتس دي اللي هي المفروض لو انت عايز تشكر حد، لو مثلا لو حبيت تشكر الناس السوبرفايزر بتاعك، الناس اللي ساعدتك في المشروع من المصنع، او لو انت بتتعامل مع حد في المصنع بيساعدك وبيديك نوليدج او بيديك اسيستنس في المشروع تشكره برضو. والتيبل اوف كونتنتس دي بيبقى فيه المحتويات بتاعت التقرير، والليست اوف فيجرز والتيبلز دي لو عدد الفيجرز كتير وتسمح ان الواحد يكتب ليست اوف فيجرز بتبقى كويسه، ان هي مثلا لو حد دخل عايز يشوف بيكتشر معين او تيبل معين يعرف من الاول كده مكانه فين وهو بيتكلم عن ايه اصلا. طيب بعد كده بقى الكتاب نفسه، المشروع نفسه، التقرير نفسه، الانترودكشن والباك جراوند. اول حاجه الانترودكشن دي المفروض ان هي بيبقى فيها تعريف عن المشروع، الاوبجكتيفز بتاعت البروجكت، بيبقى فيها برضو كلام عن البروبلم ديفينيشن والبروبلم ديسكريبشن، وبتعرف فيه يعني بتعرف منه المشروع هدفه ايه وبيحل انهي مشكله في انهي مجال يعني. بعد كده المين بودي بتاع التقرير ده بيبقى فيه الشغل نفسه بقى، بيبدا انت تقدم فيه النظريه اللي انت بتشتغل بيها، تقدم بيه الفيلدز اوف نوليدج اللي انت بتستخدمها، تبدا تشرح بقى الديسكربشن الابروتش اللي انت هتستخدمه، انت استخدمت انهي ابروتش، مثلا استخدمت الديماك سايكل وتبدا تقول انت استخدمتها ليه، وتبدا تطلع بقى الشغل نفسه بقى اللي انت عملته في كل فيز، والريزلت بتاعت الشغل الاناليس اللي انت عملته على الشغل. بارت 3 اللي هو الراب اب ده، انت المفروض بتخلص فيه يعني التقرير، بتبدأ تتكلم عن الكونكلوجنز اللي اتعملت، يعني انت وصلت لايه على مدار السنه، على مدار يعني انت دلوقتي لما طبقت الديماك على بروسيس معينه وصلت لحد ايه، اللي اكتشفته، المشروع فاد المصنع بايه وفادك انت بايه وكده. اخيرا بيبقى فيه الريفرنسز، ودي بيبقى فيها المراجع والكتب والاماكن اللي انت استخدمتها عشان خاطر تطبق المشروع بتاعك واستخدمتها في التقرير نفسه. بعد كده الابندسيز ده الستايل بتاع الريبورت المفروض يكون واضح زي ما قلنا قبل كده، ومفروض ويبقى فيه يبقى سهل عشان القارئ يقدر يفهمه، ونبدا ان احنا ما نستخدمش الكلمات اللي هي الصعبه والكلمات اللي هي ملهاش لازمه. طيب المانجنج ريفرنس، انت دلوقتي الريفرنس ده حاجه مهمه جدا، لان انت لما تحط ريفرنس بتبين ان انت شغلك مبني على ريفرنس معين، يعني مش انا بقول كلام من دماغي مثلا، لا انا بتكلم في فيلد مثلا معين، ما من مرجع معين والناس عملت ابحاث وطلعت بالكلام ده. في نفس الوقت انت دلوقتي بتدي اللي اشتغل ده حقه، يعني انت ما بتقولش ان انا عملت كده شغلي ده، الشغل ده اللي في الكتاب كله ده بتاعي، بس انا ما اعتمدتش على حد قبل كده، لا ده انت اعتمدت قبل كده على حد، على المرجع، واستخدمت العلم بتاع الناس غيرك، فلازم تديهم الكريدت بتاعهم لان هم فادوك، وبيثبت برضو ان انت شغلك اصلي، يعني انت شغلك انت مستخدم شغلك الاصلي، ومش مش واخد حاجه، مش سارق حاجه يعني، انت لا انت بتقول انا واخد ريفرنس من هنا، فده اللي حصل يعني. طيب في كذا نوع للسايتيشن، او النوع اللي هو هارفارد ده بيتكلم، ده مثلا بيبدا يحط ان هو اسم الاوثر في الاول، وبعد كده يقول الكتاب اتعمل سنه كام، وبعد كده يقول اسم الكتاب، بعد كده يبدأ يتكلم عن المكان اللي الكتاب طلع فيه، وده بيستخدم الأحسن ان يكون فيه ايه، بتستخدم فيه الفونت ايتاليك. في الاي بي اي ده ستايل، بتبدأ ان انت مثلا تقول المشروع اسم المرجع، بعد كده مثلا المكان او الجامعة اللي صدرت فيه، الستايل بتاعه وهكذا. في بقى النوع اللي هو فانكوفر ده،
بتبدأ تقول الاسم الكتاب ونفس برضو مثلا دار النشر او المكان اللي طلع فيه الكتاب والسنة، وتبدأ بقى بعد كده تحط انت خدت الكتاب من يعني خدت اللي انت خدته ده من المرجع، خدته من صفحة كام، من اول كام لحد كام يعني. ده بيكون احسن عشان ده بيبقى فيه تفاصيل اكتر عن الكتاب بتاعك، عن الحاجات اللي انت خدتها موجودة في فين بالظبط في الكتاب يعني، عشان لو حد مهتم مثلا شايف ان هو النقطة دي مش واضحة قوي في الموضوع، او شايف ان النقطه دي انت مش مبينها قوي وعايز يستفيد منها اكتر، يبدا ان هو يفتح المرجع ويروح على الصفحات اللي انت واخد منها يعني الريفرنس في النقطه دي، في البوينت دي. اتمنى نكون شرحناها كويس وشكرا.